مصر ويجيبوا لنا مصر وهذه الفكره. يعني الفكره كانت في بالي من كنت في الاول كيفاش كنقولوا الموضوع في المنزل باش نقولوا شنو هو الموضوع احمد الله يوصل عبد الله. مرحبا بك. تتسالي صافي سالي سي عبد الله محمد دخل من داخل سي بتي شتي اذا اهلا وسهلا متتبعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشره من مدينه تطوان. الشاب والام ديالو يعني قصه جميله انهم بداوا المشروع ديالهم ايام الحجر الصحي بساندويش واحد بطبيعه الحال. فمني كانوا كيشدوا المحلات والمطاعم فهما كانوا كيخدموا الزبناء بطبيعه الحال. حنا كنعرفوا ان العائله التطوانيه عندها واحد ارتباط وثيق بلي ساندويش. بداو بساندويش واحد من بعد يعني المشروع ديالهم بدا كيكبر يعني بدات الطلبات كتوافد عليهم حتى تحقق الحلم ديالهم. هما عندهم الان مطعم شعبي اللي مسمي انا وامي وكاين واحد الاقبال كبير عليه وبطبيعه الحال. فحنايا بغينا نزورهم بس نزيدو نشجعوهم كصحافه ونفتحوا عليهم بطبيعه الحال. فقناه شوف تي في قناه ديال الشعب ونفتحها على الشعب كننقل الواقع كما هو. بطبيعه الحال معنا السي عبد الله هذا الشاب هذا الطموح اللي مرضي الوالدين اللي غادي يحكي لنا بالضبط كيفاش بدات الفكره وكيفاش تطور المشروع حتى اصبح عندهم مطعم شعبي اللي مشهور هنا في مدينه تطوان. مرحبا بك سي عبد الله. احكي للمتابعين ديالنا ديال قناه شوف تي في كيفاش بدات الفكره ديالكم حتى ولا عندكم مطعم. اول حاجه نرحبوا بالناس ديال شوف تي في والجمهور ديال شوف تي في المتابعين ديالو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطعم انا امي. عبد النور كيرحب بكم وكيقول لكم مرحبا والف مرحبا. الفكره جات في حجر الصحي من بعد ما غلقوا علينا الابواب وجا الوباء من عند الله سبحانه وتعالى وقدر الله ما شاء فعله. كاين اللي توقف للعمل ديالو. حنا من ديك الناس اللي توقفنا للعمل ديالنا والوالدين ديالنا توقفنا للعمل ديالنا. وانت كتعرف حنا دائما كنعاونوا الوالدين ديالنا وكنعاونوا الاسره ديالنا وما تنسناش نجلسوا تنسنا نخدموا نعملوا شي حاجه نطوروا راسنا ونضمنوا المستقبل ديالنا. انت كتعرف والحمد لله يا ربي بدينا بدات الفكره مني انا. جيت عند الوالده ديالي قلت لها الام ضروري خصنا نديروا شي حاجه ما نبقاوش هكذا جالسين. حجر الصحي كنظن باقي مطول ما عرفتش فين صافي. حنا خصنا شي المدخول نخدموا نعملوا شي حاجه. واصلا من الحلم ديالي انني يكون عندي واحد المطعم صغير كيجمع بيني وبين الام ديالي والاب والاخوان. والحمد لله هادشي ما حاشمني شي وربي مشى الحمد لله هادشي ما حاشمني شي ومشى هادشي هذا وربي كبر بهادشي هذا. وبدينا في حجر الصحي بينا كنديروا داكشي الساندويشات. كنا كنبيعوا ديك الشيء من ورا الناس ملي كانوا كيشدوا حنا كنا كنبيعوا كيشدوا مع ديك الثمانيه. كيفاش عملتوا شي صفحه في الفيسبوك كيفاش بديتوا عاودنا بالضبط كيفاش بديتوا لان المتابعين بغاو. مرحبا. اول حاجه انا وحنا بوكس كيز بموتور انا الا كنت كان يلا كان بريباري عملت واحد المباريطه هكذا هذا كوز وحسين بيتر عليا مول الحومه قال لي عبد النور واش كاين شي حاجه ولا قلت له لا ولا ما كاين وما كان. قلت له انا كنوصل اذا مع الدراري وصافي. قلت له ولكن زعما بغيتي نعمل لك شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل لا راسو يعني عدل لك. قال لي واخا عمل لي غير شي بوكاديو هذا نضيباني بي واخا شي تسعود الليل كانت عيد لكن الحجر الصحي وكل شيء مجدود. وعملت له واحد بوكاديو هذيك والحمد لله عجبه ولا غدا عيط لي قال لي عبد النور شنو يعمل شي جوج كذا. قلت له ماشي مشكل داك الشيء اللي كنقول انا في الدار مرطه ديال الشاف وبيطه وكيتشوف عادي داك الشيء. ومن بعد قلت له اذا الفكره كانت فكره مزيانه نديروا هادشي هذا في الدار نعملوا شي الماكله نعملوا شي الحريره ونعملوا بيطات مسلوقين وشباكيه ونعملوا بوكاديوس فرانسيسات وداك الشيء اللي كانت عندنا اومليت حنا معروف عندنا اومليت في تطوان فرانسيسه ونبيعوهم للشباب. قالت لي ما كاين حتى شي مشكل. قلت لها جيبوا نعملوا واحد الصوره انا وياك ونعملوا الطبيله هذه الطابله الدار ديالنا مزوقه بمانطيل فيها شويه بوكاديو شويه الحريره
وزوقنا داك الشيء وصورناه ودخلنا في فيسبوك. الاصدقاء ديالي الحمد لله ما بخلوش على هذا الشيء هذا، وكان واحد الاقبال كبير اللي ما كنتش كنتوقعه. جميع الشباب اللي كانوا كيعرفوني كاملين، صحابي كاملين كانوا كيدعموني وكيبارطاجيو هذا الشيء هذا، وهذيك كانت انطلاقه وبهم هما السبب اللي بدا التليفون الحمد لله، والناس بدات كتعيط، وكان الاقبال ديال بوكاديوس والساندويشات. ومن موراها انتقلنا من الساندويشات الى الاكل الشعبي والاكل في الافراح والمناسبات، وبدات المسيره بشويه بشويه. دابا كنشوف تقريبا نفس الخدمه اللي كنتي كتعمل شحال هذه، يعني التليفون دابا الساعه اللي كيعيطوا لك وجدنا كذا. برافو. حتى حنا اصلا عندنا المحل شويه كيتما مخبع، لان باقي تيلا كضرب الانسان في البدايه. عندنا المحل في بوجهر الحمد لله شويه، كاين الناس دابا الحمد لله الناس بدات كتعرفوا مراد الاشارات هذوما، والحمد لله انتما كتجيو معنا وكتكبروا بينا، بزاف الناس كتعرف المحل، ولكن الاغلبيه في التيسرات. حنا كنخدموا الاكل الشعبي، والناس يعني كتكون خدامه ما عندها شي ماكله ما عندها شي كذا، كتفضل البوكاديو على الماكله، كتفضل الماكله على البوكاديو، كتقول لك انا نجيب العدس 10 دراهم واللوبيا والدجاج واللحم احسن ما نجيب انا بوكاديو. كنشوف حتى العمال ديال الاوراش اللي كيخدموا في الميكانيك في النجاره، دابا شفتهم انا الله يعاود. برافو. كيجيو التوبينات ديالو باش يديو الماكله تاعهم. كيجيبو التوبينات، ولا حنا كنعطيهم التوبينات ديالنا وكنغرفوا لهم حاجه اللي يبغى، 10 درهم بالعدس، 10 درهم باللوبيا، 15 درهم، لما اللي قد عليه هو، وكيعبي المحلين وكياكله. يعني داك الشيء كيكون حظ الدار، بحال جالس في الدار ديالو، داك الشيء نقي وداك الشيء بالقمه ديالو على حقه وطريقه. بالنسبه للام ديالك كما قلتي يعني عندها واحد اكتسبت واحد الشركه كتخدم في شي الله. الام ديالي كوزت في الوطن في مدينه تطوان 15 سنه الخدمه الحمد لله، وعبت على اكسبيرينس ليا كبيره بزاف، محل التواصل مع الناس وفي الكوزينه، وتلاقات مع لي شيف بزاف، ومع الناس من قصر الملكي، والناس جروبز ديال الامريكان ديال فرنسا. كنا في الاوتيل يعني كيجيو جميع انحاء المغرب، والاوتيل يعني في تطوان الحمد لله يعني كيدخلوا بزاف ديال الناس. وتما كنت عندها واحد التجربه كبيره، وانا الحمد لله عاود سباق اللي خدمت في واحد المطعم، يعني التجربه ديال العام دوزت فيها وتعلمت مع الشيف هيدا، وكان كيعاونوني وكيوريوني كيفاش وكذا. وعندي واحد التجربه ديال البيع والشراء اللي هي كبيره بزاف، خدمت في المدينه، خدمت وكان عندي واحد المحل ديالي عاود البيع والشراء الحوايج وكذا، والحمد لله هادشي هذا اللي كيعطينا شويه القوه. عبد الله باقي كتبقى معنا، مرحبا بزاف ديال المتابعين. الحمد لله. مرحبا. بغيت تعاود لنا قصه مختصره. مرحبا. كيفاش بدا هذا المشروع ديالكم باش المتابعين دابا اللي التحقوا. مرحبا على رسول الله. يعرفوا القصه. اول حاجه مرحبا بكم وشكرا بزاف لكم. مطعم انا امي اليوم معنا شفتي في مطعم انا امي. هذا المشروع هذا اللي بدا عند طريقة حلم، كنت دائما كنحلم انني يكون عندي واحد المشروع بسيط انا والام ديالي، المشروع اللي كنوجدوا فيه ديك ماكله الدار، داك الشيء نقي، داك الشيء مؤدب اللي كيعجبو اي واحد يسمع ماكله الدار يعني غايتيق، فهمتي كيفاش؟ الماكله الدار ايامات الحجر الصحي بدينا، بدينا بوكاديوس ساندويش. انا بديت واحد ساندويش، من ساندويش الى 98 ساندويش في ليله واحده الحمد لله يا ربي، ورزاق كيجي الله سبحانه وتعالى، فهمتي كيفاش؟ وبديت كنسربي الشباب اللي كيبقاو معطلين، كنسربي الناس ديال الولايه، الناس ديال الاطباء، الناس ديال ستاسيونيس، اي واحد كان كيحتاجني، الناس ديال التواكسيه، شيافر، اي واحد كان كيحتاجني كان كيعيط لي عبد النور بغيت. وداك الشيء جا عند طريق التواصل الاجتماعي، الشباب ديالي دخلت واحد الصوره انا والام ديالي مدرعه هيدا، غادي تشوفوها ان شاء الله الا كنت وريتيها لهم. شفتها ولكن غادي نعاود لها المتابعين ان شاء الله. واحد الصوره ديالي في وسط الدار ديالنا، في داك الشيء الحريره، بدينا بالحريره وبوكاديوس وطاكوس، ما كنعرف نعمل حتى شي حاجه. صافي هيدا بدينا بشويه الفيديو شويه كذا، والحمد لله الناس بدات كتعاود، داكشي كيعجبهم، داكشي الدار نقي والاثمنه مناسبه للجميع. وبديت كنوصل وحنا كنا كنوصل يعني بطل، طلع ما عندي الحاجه كنوصل حتى باب الدار بطل، في الشا ولا القايله والحمد لله تكرفصنا شويه حاجه طبيعيه ما تكرفص، والشا طاحت علينا وكذا، ولكن هذا هو النجاح. حنا جعنا اليوم شفتي فيديو عندك المحل ديالك وتكبر به وتشوف عندك متابعين، هذا هو النجاح، هذا هو الربح. بالنسبه لكم قلتي لي حتى دابا بعض الناس اللي كتنظم الاعراس. مرحبا. الحمد لله الناس ملي كتذوق الماكله ديالنا كيجي هذيك شي بنين، الحمد لله ربي من فضله سبحانه وتعالى. الله يحفظ لي الام ديالي اللي عندها واحد الدور كبير، هي كل شيء، هي كطيب، هي كتعمل لك كل شيء، يعني كتما انا غزاين كنوصل ولا كنعمل هذا الشيء هذا الاشاره ولا كذا، ولكن هي ميدات الحمد لله تبارك الله، كتعمل كل شيء وكتبكي وكتقول لي غادي نوصلوا غادي نعملوا غادي نقيوا، ولا شوف الفيديو اللي فات راه كتبكي وكذا، وداك الشيء خارج من القلب، فهمتي؟ الحمد لله يا ربي. والناس ملي كتذوق الماكله كتذوق اللحم كتذوق الدجاج كتذوق الشراء كتجبر داك الشيء طري وكذا، والناس كيعيطوا لنا واش طيبوا لنا الدجاج واش طيبوا لنا اللحم، والحمد لله التجانا لهذا الشيء هذا، وبدينا كنذوقوا شويه وكنعدلوا وكذا، والحمد لله حنا ماشي في المسيره ديالنا ان شاء الله. الحمد لله. نشوفوا ديك الصوره مرحبا. مرحبا ديالك انتينا والام ديالك. مرحبا مرحبا مرحبا. هذه اول صوره انا والام ديالي، ها هي هذه اول صوره ديالي انا والام ديالي، كما كتشوفوا الساندويشات والحريره والكروكيطات،
بدينا وهذه الام ديالي وبدينا الحمد لله وربي ما خايبنا شيء. هذا في الافتتاح ديالي. رضا كيما ولي حاميني ويبقى دائما حاميني ان شاء الله بحول الله، منا كل شيء ومنا الرباح ومنا راس المال. وهذا الصور كنت باقي كليفري في الحجر الصحي وكنت مسميه قريب لك، يعني اي حاجه حتى شي حنا قريب لك. وهذوما بعض الصور في الاعراس شلايد. هذوما طول مي كتسمى مي مي طورنا مي طورنا كيطلبوا لنا لي صالاد وديك الشيء. الحمد لله كنا كنتاشوا هذا الافتتاح ديال المشروع ديالكم. هذا الا كنت كتبانوا هذا انا وهذا الاخ ديالي. دونك دابا نتوما هنا غير العائله هي اللي كاينه. غير العائله، ما كاينش واحد معنا برا نمر، انا والام ديالي والاخ ديالي. واخا ممكن عيطنا للوالده عاود تعطي لنا عاود ماما اجي شوفوك الناس تشوف سيفي عاود اجي تينا لايف دابا تينا مباشره دابا تينا دابا مباشره ديك التليفون خايب باش المباشر ميت هذاك اللي يعمل له سيلونس خايب. مرحبا بك لالا معنا تينا الام ديال عبد الله. عبد النور عبد النور كنا يعني كيفاش بدات القصه ديالكم مع ساندويش واحد طبيعه الحال هذا من التشجيع ديال بنتينا الحمد لله ديال عبد الله. يعني كيفاش جاتكم هذه الفكره هذه؟ وكنظن واقيلا هذه رساله للشباب باش انهم يعتمدوا على راسهم والامهات ديالهم يتعاونوا معاهم. الام هي ذاك الحضن، هي بزاف ديال الاشياء. الام دائما يعطى اصلا. كنتمنى ربي الحبيب اي ام تكون عبره من عبرات ديالي انايا، حتى هي دعم اللي عملت انايا دعم له هي، يعني ما تخليش ولادها يضيعوا، يعني جمع وليداتها عندها وتضحي معاهم كيف مضحيه معاهم. وكنتمنى ربي نوقف وليداتي، هذا الحلم ديالي انا من دائما كنتمنى ولادي ما يخدموش مع الناس، يعني يعملوا شي حاجه ديالهم. حيتاش انا سبق لي خدمت، انا 15 سنه سياحه والحمد لله يا ربي كنت في الخدمه ديالي الحمد لله موفقه في اي حاجه، اللهم لك الحمد يا ربي، والسمعه ديالي مزيانه الحمد لله. وكنتمنى حتى وليداتي ان شاء الله يا ربي يزيد لهم ربي في المسيره ديالهم، وانا مضحيه معاهم وكنتمنى الله نوقفهم على رجلهم هو والاخ ديالو باش ما يخدموش ان شاء الله مع الناس، وانا مضحيه معاهم وربي ان شاء الله ما غاديش يحشمني ان شاء الله. واحد الاقبال الحمد لله يا ربي، الناس كيعيطوا لنا من اي موطع من اي مدينه، وكنشكر هاد الناس بزاف اللي جاوا عندي، جاوا عندي من سبته، جاوا عندي من الرباط، جاوا عندي من كازا، جاوا من عندي من تطوان. وكنشكركم حتى نتوما اللي جيتوا عندي ورحبتوا بيا نهار كبير هذا، يعني ما كنت نبقاو عنا متتبعي قناه شوف تي في مع الام ديال عبد النور. هنا الريزو شويه ناقص، تفضل كمل. قلت لك الحمد لله يا ربي جبرت واحد الاقبال الحمد لله يا ربي يا الحبيب. ربي الحمد لله ما حشمنيش مع عبد النور، هذا الحلم ديالو، كنتمنى ربي نوقفوا على رجلو هو والاخ ديالو ان شاء الله يا ربي يا الحبيب، باش مي يعني ما يمدوش يدو من شي حاجه، وانا مضحيه معاهم. كنت لا بان يعني كيتصلوا بك الناس من اي وطن ومن داخل المدن المغربيه جاوك لو عندي كنشكرهم كاملين، يعني جاوا عندي الناس على برا كاملين. انا قلت لك جاوا عندي من كازا من الرباط من سبته الحمد لله، كلشي كيشكر الماكله ديالنا وكيعيطوا لنا وكيشجعونا، يعني الحمد لله يا سيدي ربي العزيز. يعني احنا بدينا في حجر صحي وعبد النور مسكن جبر واحد الصعوبه، يعني الشتا مسكن، خصوصا ملي كنشوف هاد الصوره ديالو اللي معلقه هي اللي كتاثر فيا. يعني كان كيخرج من 8 د العشيه كيبدا حتى ل 4 د الصباح. وكنشكر حتى الشرطه اللي ما عمرها وقفته مسكين، ما عمر حتى هي كانت كتضحي معاه، كانت كتخليه يدوز، ما عمرهم زعما جبرنا معاهم شي صعوبه، حتى هما كنشكرهم بزاف. كيعيطوا لنا من سبيطارات، يعني اي كلينيك اي وكلناهم الحمد لله يا ربي الحمد لله. يعني اللي كان كيبقى في ايامات الحجر الصحي كان كيبقى بلا ماكله بلا والو، احنا في اي عيطوا لنا في اي ساعه يعني حاضرين معاهم في الماكله الحمد لله. الحمد لله انا كنطيب بيدي، ما كنعطي حتى شي واحد، والماكله اللي كناكلها انا كياكلوها وليداتي وكياكلوها اي واحد كياكل الحمد لله. عمري ما جا شي واحد وقال لي زعما هذه الماكله فيها ماشي مزيانه، ولا اللي كياكل شي حاجه الحمد لله كيرجع ياكل عندنا. وكنشكرهم بزاف وكنشكر سكينه تطوان ديالنا، يعني اللي شجعوني بزاف وبهم انا مستمرة وبهم أنا الحمد لله يا ربي مشى في المسيرة ديالهم. شي رسالة للمتابعين ديال شوف تي في مع هذه المناسبة؟ كنشكرهم بزاف
اللي رحبوا بيا وجاو عندي، ما كنتش كنتظر. الحمد لله عيطتوا لي وكبرتوا بيا وجيتوا عندي، نهار كبير هذا ما عمري غنسى لكم هذا الشيء، هذا الخير هذا. وجاو عندي بزاف، جاو عندي، جان عندي نتوما، وجاو عندي واحد يعني شي ثلاثه ولا اربعه اللي جاو عندي كيعيطوا الحمد لله يا ربي، وكيجيو بلا مقابل بلا حتى شي حاجه. كنشكرهم بزاف اللي تحقق الهدف ديالنا حنا صحافه اللي هي الحمد لله كتحاول ان هذا المفتاح على الكل بطبيعه الحال، كتحاول ان عندنا مثل هاد مثل هاد المبادرات هذه يعني اللي كتدعم الشباب واللي كتدعم الطبقه اللي هي نقولوا فقيره، وكتعجبنا المبادرات بحال هذه بطبيعه الحال. حنا ما كنسمعوا شي مبادره بحال هذه الا وكنجيو، وخا نخسروا التاكسي وخا نخسروا النقل، بارك الله فيك، غادي نجيو وغادي بارك الله فيك. كنشكرك. اي امهات حتى هما ينوضوا ويضحيوا مع وليداتهم، وكيف بديت انا في المسيره ديالي، اي ام اي واخا تكون كما كانت تضحي مع ولادها وتوقف وليداتها على رجلها باش ولادك ما يتشردوش ينزنقوا، يعني تجمع ولادك، راه وليداتك خدامين معك جمعهم. واخا سمعت بزاف الام جمع ولادها كيف الزعمة، الحمد لله ولادي الحمد لله انا طلعتهم كيرضوا باي حاجه، اي حاجه كيرضوا بها، والحاجه الحمد لله يا ربي اللي قلت لهم ما عمرهم كيخسروا لي خاطري. وكنتمنى اي ام دعم مع وليداتها اللي عاملها انايا. الصوره اللي جمعتك الاوليه اللي جمعتك انتينا وعبد النور، يعني سمعت بزاف ديال التعليقات وديال اللايكات بزاف الحمد لله. هذيك هي البدايه، هذيك الحمد لله هذيك هي البدايه ديالنا الحمد لله يا ربي. وهذيك جماعه انا قلت لك شحال من الحمد لله ما خلاو الناس ميما عيطوا، بزاف الناس اللي بكاوني، بزاف الناس اللي كيعيطوا، وانا في الزنقه كيعيطوا لي كيقولوا لي زعما بيبان هاد الام اللي جمعت وليداتها واللي زعما حاولت توقف ولادها. وكنتمنى ربي الحلم ديالي انا ونشوف وليداتي واقفين ولا رجعوا. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو طبعا الحال، هذا حلم مشروع لاي ام انها تشوف ولادها في اعلى المراتب ان شاء الله. ياه ضحيت عليهم 15 سنه وانا ضحيت عليهم بزاف، وكنتمنى ربي يزيد لي في المسيره ديالي معهم ان شاء الله. الحمد لله وشكرا بزاف اللي رحبتوا بيا وجيتوا عندي، كنشكركم بزاف وشكرا. شكرا شكرا يلا شكرا. اذا كما تابعتوا متتبعي قناه شوف تي في معنا في هذا البث المباشر، فالام ديال عبد النور فهي كفحت ونضلت، والحلم ديالها انها توصل ولادها وتشوفهم في, 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 في احسن المراتب ان شاء الله. وطبيعه الحال فمعنا عبد النور اللي هو مرضي الوالدين، والام ديالو اللي هي عندها